أول مرة تقابليني كده وأنا راجع من السفر. الحمد لله على السلامة. أنا عارف إيه اللي مزعلك، أنت زعلانة عشان اتأخرت يومين بعد معادي، لكن وحياتك عندي لعوضك عنه. هاخدك ونروح لوكسور نقعدوا كم يوم لحالنا، ولا أقول لك اختاري أنت المكان اللي يريحك. بس أنا مرتاحة هنا في مطرح. إيه اللي مغيرك؟ أنت مش عارف أنا بحبك كدية. بتحبني؟ أنت عندك شك في كده؟ أبداً، حبك لي مالي عليك حياتك ومنور دنيتك. حديثك ما بنساهوش. أديك قلتيها، أنت عارفة مقامك عندي.